السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. أنا دكتورة سعاد فرانكا من مدينة طرابلس. رمضان لي طعم خاص وخدنا منه طقوس رمضان كلها. احنا طبعا في ليبيا لينا طقوس تختلف عن مصر، ولو انه مصر فيها احتفالات يعني تتميز باحتفالات غير الدول العربية، ولكن في ليبيا برضو عندنا احتفالات خاصة يستعدوا انهم يشتروا حاجات جديدة للمطبخ، بولات الشوربة، اطباق نحط فيها المحلبية، والمحلبية دي اسمها المحلبية، احنا بنسميها محلبية في مصر اسمها مهلبية، ده للسحور. احنا لينا اكلات معينة يعني بتغيرش، ممكن 30 ليلة في رمضان نفطر عليها، وانا عايشة في مصر ولكن لازلت نفطر على نفس الافطار اللي كنا نفطر عليه في واحنا في طرابلس يعني. وطبعا ليبيا مدينة كبيرة جدا، كل مدينة لها طقوس خاصة، ولكن احيانا في حاجة ممكن تجمعنا، منها الشربة الليبي، احنا نسموها شربة، هي هنا في مصر بيسموها شوربة. الشربة دي عبارة عن لحمة قطعة صغيرة ومعها حمص شام ولسان عصفور، ودي ضروري تعتبره في الآخر. في بني غازي مثلا بيحطوا لها بقدونس أو معدنوس، لكن عندنا في طرابلس نحطوا لها نعناع، وفي عندنا طبعا محنشية، هذه نوع من أنواع الحلويات نكون مستعدين بها من قبل رمضان، اللي هي تقريبا اللي هي زمالة القاض يعني، هنا حاجة كده ملفوفة محشية باللوز بنعملها، وفي محجيبات طبعا دي برضو زي السمبوسة بس محشي باللوز. أساسي البوريك أو الجلاش، هنا يسموه بالجلاش، احنا نسميه بوريك. البوريك هذا عبارة عن جلاش باللحمة المفرومة وبالبقدونس، ودي حاجة أساسية لازم نفطر عليها مع الشوربة، يعني أول إفطار شوربة والجلاش دي. في كمان في بوريك بالدحي أو بالبيض، الدحي طبعاً كلمة دحي معناها بيض بالمصري. تقريباً الأكلات الأساسية بتاعنا تكون كلها على ناشف. حالياً أصبح في عادة، أنا ما كنتش موجودة، كنت موجودة في مصر، حلت على ليبيا جديد، وهي البيتزا. يعني يومياً يفطروا في طرابلس، ما نعرفش في داخل البلدان، لكن في طرابلس بالذات يديروا في بيتزا يوميا يعني يفطروا عليها. بعدين عندنا طبعا الاكلات الاساسيه، ممكن في يوم الاجازه الرسميه يوم الخميس او الجمعه يديروا رشته، يعني نوع من انواع رشته اللي هي بالبخار باللحمه، ممكن يديروا رز مبوخ، ممكن يديروا مكرونه بالبصل، مش البكبكه طبعا، البكبكه دي تتعمل في الصحور احيانا يتسحروا بيها. بعد الافطار يبدو حريصين جدا على القهوة، القهوة العربي مش العربي المغلية، لا القهوة العادية، يحضروا معها زهر، احنا القهوة اللي نشربوها بالماء الزهر، ومعها حلويات الليبية، الحلويات الأساسية طبعا. زمان كانت الحلويات دي في العيد بس، لكن أصبحت الآن في كل وقت موجودة، المجرود والغريبة والكعك، وفي الجرينات والبكلاوة، هني بسموها البقلاوة، بس هي طبعا لأنها غالية جدا هني يديروا فيها يمكن بالفول السوداني، ولكن في ليبيا يديروا فيها باللوز. بعد ما ياخدوا القهوة بتاعهم الشاهي احنا عندنا حاجة أساسية، والشاهي يعتبر أنا بسميه فرحة الشاهي، لأنه الشاهي ده ليه عدة خاصة، مش زي هنا مثلا يدروه في المطبخ، لكن يدروه باش يسهروا عليه العيلة. فيها كوستوبانة، هنا بسموها كوستوبانة، اللي هي الكوبايات صغيرة وشاي أخضر، ويعملوا بطريقة معينة، يعملوا فيه حاجة اسمها الكشكوشة، وتقريبا يستمروا في الشاهي لمدة ساعة ساعتين ثلاث. ناكل كويس على الإفطار، ولكن السحور نديروا في حاجة اسمها محلبية. المحلبية دي مش بالنشا، يجيبوا رز ويطحنوه، وطبعا هي تعتبر سحور دسم، يعني الرز
لو حد اكل عصفور ما يعطشش او ما يجوعش يعني. يعملوه باللبن وبعدين يرشوا فوق قرفة بطريقة معينة ونقعدوا نلعبوا، لو كل واحد يكتب اسمه على الطبق بتاعه، وطبعا بيحطوا فيه ماء الزهر. في عندنا في الدواخل ممكن يتصحروا زميتة. زميتة دي عبارة عن أنواع من الدقيق الشعير ودقيق القمح، ويحطوا عليها عسل أو سكر ويأكلوها، يعبدوها كي يأكلوها، يتعشوا بيها على أساس يتسحروا بيها على أساس ما يجوعوش تاني يوم. هو بس إحنا عندنا شوية طقوس الأكل زيادة يعني، ممكن صاحب رب البيت يعزم ممكن حتى الشارع كله يعني. تبدأ ست البيت مسكينة في المطبخ يعني، تحاول بقدر الإمكان إن هي تأكل قوم حواليها يعني. ده تقريبا كل طقوسنا في رمضان.